كلامنا الأخير موضوع ما يسمى عيد غدير خان ومطالبة مقتدى الصدر بإقراره كعطلة رسمية في العراق. هناك سياقات عمل لتغليب الأبعاد الطائفية في العراق على حساب البعد الوطني العراقي الواحد الجامع، وأن هناك استهدافا واضحا لتاريخ وتراث وحضارة الأمة للعراق فقط، تاريخ وتراث وحضارة الأمة وعقيدة الأمة الصحيحة في العراق.